هذا راجل خشي كيخشي لك شي داعيك ياك؟ اه راجل خشي. واش داعيك انت ولا داعي ولدك؟ دابا في الاول دعاني انا واختي والواليد، وفاش مشينا لهذا فاش دزنا عند الشرطه المره الاولى دخلوا تا ولدي في القضيه، بالرغم من ان ولدي ما كان مدعي ما حتى شي حاجه. هذا راجل خشك دخلكم عند الوكيل؟ ومن وراها دخلنا عند الوكيل وحكم لنا باننا نسكنوا بجوجنا في الدار لان ولدي عنده التنازل. مشاهدي قناه شعب قناه شوف تفاهم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. القصه اللي غتسمعوا اليوم من بين اغرب القصص اللي نقدروا نقولوا وقع وسط عائله. القصه اللي غتسمعوا اليوم ما تمنوا حتى شي واحد انها تصرى ليه ولا تصرى شي واحد من العائله ديالو. هاد السيده هادي عندها واحد الاخت ديالها اللي نقدروا نقولوا كانت عزيزه عليها، وولد هاد السيده كان عزيز عليها ومربي عليه الكبده كيف ما كنقولوا حنا. شاءت الاقدار السيده مسكينه مرضاش بكونسير توفات، ولكن قبل ما توفى دار التنازل لواحد الدار الابن ديالها باش انه يعيش فيها ويضمن المستقبل ديال الوليد هذا. ولكن بعد ما توفات هاد السيده هادي الزوج ديالها نقدروا نقولوا بيه لهم الفصل اخر كيف ما كتقول هاد السيده هادي الزوج ديالها وصلهم وكيل الملك، وصلهم انه بغى يجري عليها هي وولدها من الدار. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام. عاودي لي من الاول المشكل اللي وقع لك مع راجل اختك، شوف كيفاش بداو المشاكل. خويا انا جيت في الصيف على اساس نشوف اختي، لقيتها مريضه ياك، ملي لقيتها مريضه وداك الشيء مشيت معها على الطبيب وهذا قال لي عندها السرطان الكبد، صافي نعس معها في السبيطار مده 17 يوم وما قدرتش كاع نقول لها راك مريضه بالسرطان. هذا يعني ما كانش عارفه ان فيها كونسير؟ لا ما كانش. مسكينه. وراجلها اصلا كان عارف، كان قال لي الطبيب شوف انا شاك السيده عندها شي حاجه ردها لي وما ردهاش وخلى المرض كينتشر فيها على خاطر. كان عارف فيها الكونسير وما قالهاش ليها؟ قسمت لك فمي بالله لا كان عارف وما قالهاش ليها، لان اختي دارت واحد العمليه في 2017 على سميتو على المراره حيداتها وحيدوا لها دي كيست من الكبده، وفاش هذا قال لي الدكتور شوف انا شاك شي حاجه عندها ردها. بقى صافي تيتماطل تيتماطل تطاحت اختي في 2022. كنا قال لنا حنا والله تنديوها لميريزكو واخا ما عندناش الفلوس ماشي مشكل، المهم غنديروا اللي علينا. واخا اختي قبل ما تموت اختك كيفاش كان كيتعامل معاها؟ واش كان كيتهلا فيها؟ معيشها مزيان؟ معاملها مزيان؟ كيفاش كانت المعامله معاها؟ وكيفاش شنو كانت تقول لكم عليه؟ مسكينه كانت ديما كتشكى ديما كتشكى، كتقول لك راتي بحال واحد المره عيطت لها في رمضان قلت لها اختي فينك؟ قالت لي انا كنفطر، قلت لها معامن؟ قالت لي بوحدي. قلت لها على راجلك فين هو؟ قالت لي لا راه ثلاث ايام هذه هو في الكاره. ها؟ بقات تفطر بوحدها. قلت لها شوف مسافر ومخلي مرته بوحدها اللي مريضه مسكينه. هو داير محل في الكاره خدام تمايا عنده محل كيجلس بالثلاث ايام بالاربع ايام. اش كيدير هاد السيد فاش خدام اختي؟ واخا كملي لي اختي من بعد شنو وقع؟ صافي هذيك جيت انا في الصيف وهذا، المهم لقيتها مريضه مشيت نعست انا وياها في الشيخ زايد مده 17 يوم. جينا ديك الوقيته اللي جينا قالت لي شوفي دار اختي كاين واحد الوصيه موصياني امي انني خاصني نتنازل الدار على اكرم، راه هذاك الشيء علاش قالت لي درت ثبوت السكن. اكرم اللي هو ولدك؟ قالت لي هذاك الشيء علاش درت ثبوت السكن، درت بانني ساكنه فيه بوحدي ما درتوش معايا. وتصور هذاك ثبوت السكن نهار دارتو ساكن بوحدها، الا قسمت لكم بالله على الجيران كيقولوا لي بان عيشها الويل، قالوا لا قال لا علاش ما درتينيش معاك؟ ثلاث شهور وهو معيشها الويل. واخا اختي نسولك وما دراش مني قلت صواب، غندخلوا في الحياه الشخصيه ديال الاخت ديالك. ملي هاد السيد معيشها في هاد الويلات وهاد السيد مريضه ومخليها بوحدها علاش ما طلقاتوش؟ وهي دابا كتخاف من الهضره ديال الناس ولا هذيك القضيه بان مطلقه عندها سمعه خايبه وهذا وصافي. ولدت معاه شي وليدات؟ دارت مع لا ما ولدات ما حتى شي حاجه. واخا كملي لي اختي من بعد شنو وقع؟ صافي من بعد جات صافي كتبات الدار للولد، جابت جوج ديال العدول كتبات كتبه صحيحه ما فيها لا هذه لا هذيك. صافي من وراها مسكينه غدا توفات. العدول واش دار وكاله ولا دارت لك تنازل؟ لا العدول جاو عندها للدار ودارت تنازل. تنازل هذه تنازلت؟ اييه تنازلت لك ولا لولدك؟ لا تنازلت لولدي. اها صافي مي دارت التنازل وداك الشيء صافي حنا شدينا وسكتنا. هي الوصيه ديالها قالت لنا شوفوا هاد التنازل ما تقولوش ليه تتكمل 40 يوم، الا مت تتكمل 40 يوم عاد تقولوها لي. قلنا لا صافي اختي كوني هاني. يعني مسكينه كانت عارفه راسها غتموت؟ لا
صافي يوم اللي هي اصلا كتعرف بان السرطان اللي كان في الكبده راه غتموت. الله. وصافي هذيك جينا حنايا ماتت اختي الاربعاء، دفناها الخميس الاربعاء الاخرى. المهم اختي ماتت نهار 12، دفنت نهار 13 في شهر 10، نهار 19 في شهر 10 جاج محويجو كاملين خرج، عيط على واحد الدري هو ساكن حدانا هنا في الدرب، قال لي غتوصل لي الوالده ديالي وهاد الحوايج، ما عرفتوش دار اختو ولا الله اعلم. رجع عاوتاني كمل هز حوايج للدار ديال اختك وديال كلشي هزهم داهم. لا هز حوايج ديال اللبوس، هز شي كراسه، هز داكشي ديال البحر، هز واحد السامسونات ديال اختي. يعني حوايج اختك هي داهم؟ لا دات السامسونات ديالها، ضمانات، دا بزاف التخربيق. المهم جاب دوك السيكل الكبار، انا ما وقفتش عليه باش نقول لك خويا بالضبط شنو هز، ولكن جاب دوك السيكل الكبار ديال الشمال والشمال وعمرهم. مشى الولد وصل ليه مو وهذا وسميتو والسيكان، ورجع جاب لي الطوموبيله عاوتاني هز السيكان اللي بقى وهز اختو وقال لنا بالسلامه المسامحه الله يعاون. صافي ملي كتبات انا غنمشي بحالي. صافي حنا جلسنا قلنا صافي عادي، وقلنا لي صافي نبقاو خوت بقاو هذا جي عندنا هذا. قلت لمو رجعين ان شاء الله راه حنا غنبنيو على القبر. قالت لي صافي واخا دابا نجي. ديك الساعه فاش خرج هو كانت الاربعاء، وانا قلت لاختو قلت لها شوفي جيبي امك نهار الجمعه تاكل معنا شويه الكسكسو ونمشيو للقبر نزورو هذا، لان كتبقى ديك الزياره ديال كل جمعه ملي كيكون الميت يلا ميت جديد راه بنادم يعني كل سيمانه كتوحش وكتمشي تشوفها. لا كتبقى في هذيك الحرقه ديالها راه صعيب باش تنسى، خصوصا اختك وصغر منك. راجلها كان كيمشي يشوفها ملي مات؟ لا ما مشاش اخويا. صح ما مشاش شي نهار اللي غنديرو التفرق والله ما مشى، وكون ما كانش ولدي حاضر معاهم في الدفين وربما ما نعرفش انا القبر. جاب الله ولدي وصافي. واش نهار دفنها صافي سالا كلشي؟ نهار دفنها صافي سالا. حتى القبر ما بناش عليه، بنيت عليه انا، ونهار اللي كنبني انا على القبر. وسيد باش مرتو هادي؟ شوف نهار اخويا اللي بنيت انا على القبر وجمعت الناس باش دايره لهم هذيك سميتو ديك الصداقه، لان قال لك هبشتي على القبر خاصك ديري صداقه. هذاك النهار هو اللي جا البوليس داني فيه. رشتك؟ داني قال لك بانني محتله لي السكن. مشى هو وقال لهم هاد السيده مع مرتها. راجل اختك جاب لك البوليس؟ راجل اختي جاب لي البوليس وقال البوليس السيده ما كنعرفهاش وما عمرني شفتها واول مره كنشوفها، جات عندها وقالت لي حقا، قالت لي اختي ما كرهتش هذيك؟ قال لهم انت ماشي اختك؟ قال لهم ماشي اختها، قال لهم حقا اول مره كنشوفها. وقالت قالت لي شوف هذا بنادم، شوف ودا ناس من هنا وهذوك الناس تيعرفوني حق المعرفه وشهدوا فيا حتى هما. قال لك بانهم ما كيعرفونيش وبانني احتلت. ولكن سمحي لي اختي دابا غنسولك وما دارهاش مني قال الصواب، شنو اللي خلى ان هذا السيد يقول لك انت ماشي ختها؟ واش ما والداكش امها؟ واش ما عندكمش نفس الكنيه؟ شنو اللي خلاه غيقول هاد الهضره؟ حاجه انت ما كتدخلش الراس. انا نقول لك شنو يخلى، قال هذه اختي مربيها خالتي، خالتي ما كتولدش ومربيه اختي، هي اختي شقيقتي، ولكن ما عندناش نفس الكنيه. علاش؟ لان دوك الناس اللي مربينها عطاوها الكنيه ديالهم وعطاوها الاسم ديالهم، فهمتي الاسم والنسب ديالهم، اذا عندنا كنيات مختلفين، هذا هو السبب. وهو هاد السيد جا عندي الفاس كلا الشرب، مشى الدار، مشى الايموزار، مشى الافران، جا عندي شي خمسه المرات ولا سته. واخا اختي سمحي لي نسولك، في نظرك شنو اللي خلى ان هاد السيد يقلب عليك وجهه ويتقلب على عائلتكم كامله؟ واش بسبب الطمع؟ الطمع. واش هادي هي المحنة؟ واش هادي هي اللحم اللي كيخلاص كيهزو امه ليه؟ هادشي اللي كاين. ما واش السيد ما كيخافش الله؟ طمع. وهاد السيد اخويا اللي قلت لك واحد الحاجة ما غاتيقهاش، هاد السيد كيصلي الفجر كيقرا القرآن، قال لك عارف بينه وبين الله، وهادشي اللي دار ما تفهمش لي، انا براسي ما تفهمش لي. الوالدة ديالك اش تقول في هادشي؟ الوالدة ديالي مرا كبيرة مسكينة بقات كتشوف، ما فهمت حتى شي حاجة، ما قالت ما عاد ما تقول. فضلك وكانت اختك باقا على قيد الحياه، غيعجبها هذا الشيء يدير فيكم راجلها؟ ما غاديش يعجبها طبيعه الحال، ما غاديش يعجبها. قلت لي جاب لك البوليس؟ جاب لي البوليس ومشينا. تعتقلتي؟ ماشي تعتقلت، المهم هما كانوا كيسحبوني واش انا جالسه لي في الدار بالصحصحه. ملي مشاو شافوا عندي التنازل وداك الشيء صافي تراجعوا، خداو الاقوال ديالي. الخطا اللي درت هو انني ما قريتش الاقوال ديالي، داروا اللي بغاو، دزنا في سميتو. كيفاش داروا اللي بغاو؟ ايوا المهم انا ما غاديش نقدر نقول لك، صافي خلي كل واحد يخلصوا الله. انا اللي غنقول من هنا حسبي الله ونعم الوكيل. واخا اختي السيد اجي نقول لك اخويا كيجي وكيهددني، كيقول لي انا عندي الفلوس، عندي النفوذ، عندي هادي، والله تندخلك للحبس. كان ديما كيهددني انا واختي ديما.
واش نقول لك غادي ندخل للحبس؟ كل مره كيجيب لي البوليس للدار اقل من حاجه تيقول لي انا غنجيبهم لك كل مره. واخا اختي من بعد ما انه دار ولي كيفاش بغيت نعرف باش حس ملي شاف التنازل من بعد 40 يوم واش تقبل الامر ولا قال لكم اش قال لكم؟ لا انا شد دوز 40 يوم راه قلت لك عي سيمانه هز حوايجه هو سيمانه جاب البوليس ومن وراها دابا تصور دابا غنقول لك واحد الحاجه خويا دابا مثلا انا لحت لك حوايجك ياك؟ اها واش غتجيب الناس تجيب البوليس يجي يشوف الحوايج مليوحين ولا غتهزهم وتمشي تجلس واحد السيمانه من 19 حتى 27 تمشي دير شي لا غنمشي نجيب البوليس غنقول لهم هذه تعدات عليا واش دارت لي الحوايج ايوا سيدي هذا راه خرج حوايجه نهار 19 وما مشى دار بيا الشكايه حتى نهار 27 وها هما الوراق عندي نوريهم لك الشكايه نهار اش دارها بيا لا لا ماشي دار بك شكايه مشى دار واحد الصوت شويه عافاك الصوت ديال الشكايه مشى دارها بك هو دارها بك يعني دارها بيا حتى نهار 27 في الشهر واخا اختي ايوا صافي من بعد دزنا عند نائب الوكيل قال لينا صافي غتمشيو نتوما تجلسوا قال لي شوف اختي باش ولدك ياخذ الدار غيدير دعوه مدنيه يدير لي دعوه الافراغ صافي داكشي اللي دار ولدي مشينا درنا دعوه الافراغ مشينا فعاوتاني ما عرفت كيفاش تداروا ولا داك التخربيق ديالهم صدقنا دايزين في جلسات صدقنا محكومين سورسي ولكن ولدي خدا براءه ياك ولدي خدا براءه دابا مؤخرا باش سميتو دابا انا داكشي اللي داز كل واحد ربي غادي يخلصو ياك عندك الشهود شاهدين شهاده الزور قد ما بقاو انا غناخذ حقي منهم لان كاين القضاء وكاين العدل غادي ناخذ حقي منهم غادي ناخذ يعني شهدوا انك انت ماشي اختها ماشي شهدوا ان ماشي اختها شهدوا بانني غريبه وما كيعرفوني ولكن سمحي لي غير سمحي لي انت هي غريبه وماشي اختها وما كيعرفوكش وداك التنازل اش نقولوا فيه وهذا هو المشكل دابا من مؤخرا جا واحد العون ولا مفوض قضائي ولا ما داكشي ما عرفتش انا لانني ما كنتش كتفاس جا عند ولدي قال لي عندك مده 10 ايام وتخوي اشنو هاد الحق فين هاد الحق علاش ولدي غادي يخوي شوف شاد رجلك ما كيخافش الله بغيت نعرف انا ولدي علاش غيخوي ولدي عنده التنازل عدوا البراءة يعني ولد قانوني كيف ما كنقولوا حنايا قانوني عدوا البراءة عدوا التنازل عدوا لاكارت ناسيونال على هذيك الدار ياك ولدي هو اللي دير دعوة الإفراغ للسيد إذا اللي دير دعوة الإفراغ هو اللي غيخرج واللي قال سعير هكاك ما غيبقى وجاب العون وكيقول لهم حنا جارين عليه واش اللي جارين عليه كيجي للباب ويحل بالساروت هو حل الساروت ودخل العون واش اللي حنا جارين عليه شاد بيت سادو واخا اختي راجل اختك اللي كان كيشوفك دابا ولا كيتفرج فيك شنو تقولي لي تنقول لي حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي غنقول لان سخسخنا وسميتو صافي خلانا نفقدوا الثقه حتى دابا راجل اختي واحد اخر نقدر نفقد فيه الثقه تقدر اختي تمرض وما نقدرش نمشي كاع لا نعاون لا ندير حتى شي حاجه لو كان السيد هذا ويجي ويطلب منكم السماح تسمحوا ليه خويا ما نسمحش ليه علاش ما نسمحش ليه شو كنا شي خويا داكشي اللي داز عليا انا وحق قسمت لك فمي بالله الا كون داز على شي واحد اخر ما عرفت كره ما عرفت شنو طرا ليه ولكن الحمد لله ربي كبير وربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان والثقه ديالنا مهم الصبر انا مهم صابره وسميت وحسبي الله ونعم الوكيل كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه ديال القصه ديال هذا السيد هذه فانا غنبغي نوجه رساله لهذا السيد هذا فلا كانت هاد الهضره ديال هاد السيده معقوله فكنتمنى انك تخاف الله الا كنتي بصح كتبغي الزوجه ديالك راه ما تخليش هاد العائله ديالها دير باش تفكر عائلتك بلا شخص الى هنا مشاهدي قناه